أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد سيطرة قوات بلاده على عاصمة إقليم تيغراي. وقال أحمد في تغريدة على تويتر أن العملية العسكرية بالإقليم قد اكتملت وتوجت بالسيطرة على عاصمته، فيما نفى رئيس الإقليم دبر سيون جبر مكائيل استسلام قواته وأكد مواصلته القتال. ولا يمكن التأكد من الأخبار التي يعلنها طرف النزاع من مصدر موثوق نظرا لانقطاع الإنترنت والاتصالات عن المنطقة.